بسم الله الرحمن الرحيم. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، أهلا بكم في برنامجكم عين على القدس، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. فضيلة الشيخ الدكتور يعني أشهر من أن يعرف، فهو صاحب الذكر الحسن والأثر الطيب له في كل مكان وفي كل مجال في الدعوة. ما تعلمون وما تسمعون وما تشاهدون، لا أريد أن أخذ كثير من الحديث، كلنا شوق أن نسمع حديثه الطيب، ولعلنا في هذه الليلة المباركة وهذه الأمسية الطيبة يحدثنا فضيلة الشيخ عن الاهتمام بالمناسبات والعناية بالمقدسات. مرت بنا مناسبات كثيرة في عشر ذي الحجة، في عرفات، في الحج، في أيام التشريق، النحر، لكن يعني اهتمامنا بالمقدسات اهتمام لا يليق حقيقة. نود أن يحدثنا فضيلة الشيخ عن هذا الأمر بما يفتح الله عليه، فأهلا بكم ومرحبا وبارك الله فيكم. بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة منبرا إسلاميا رائعا. نعم. جزاك الله خير. نعم. الحقيقة أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وما دام الموضوع يتمحور حول القدس المحتلة، كلمة محتلة تعني أن نسترجعها، ولا نسترجعها إلا بالقوة. فإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله، يجب ويفترض أن نكون أقوياء، وأعني بالقوة قوة المال وقوة العلم وقوة القرار، منصب، قرار، علم، مال. والمؤمن القوي إما في ماله أو في علمه أو في قراره صاحب منصب، والمنصب في وراء قوة. هذا القوي خيارات العمل الصالح أمامه لا تعد ولا تحصى، ولأن علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح، والدليل الإنسان إذا شارف على الموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، كأن علة وجودنا في الدنيا بعد الإيمان بالله العمل الصالح، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الأعمال الصالحة يعني بمئات الملايين، في البيت طرق إلى الله من خلال العمل الصالح، في الطريق طرق إلى الله، في الحرفة طرق إلى الله، في العلم طرق إلى الله، في الدعوة طرق إلى الله. أنا حينما أفهم يقينا أن علة وجودي في الدنيا أن أدفع ثمن الآخرة، الإنسان خلق للآخرة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، نحن في الأصل خلقنا للجنة، وجاء الله بنا إلى الدنيا كي ندفع ثمن الجنة. هذا ملخص الملخص. لا. فلذلك أنا حينما أكون قوياً ثمن الجنة متاح لي بخيارات لا تعد ولا تحصى. لذلك قال النبي الكريم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وما دام الحديث عن المناسبات والتي تعنينا في هذا اللقاء الطيب بالقدس هي محتلة، فلا بد من أن نسترجعها، إذن لا بد من أن نكون أقوياء. ومحاور القوة كما ذكرت ثلاث حاجات. نعم، العلم والمال
والقرار. والقرار يعني منصب بوقع بجرة قلم أحق حقا وأبطل باطلا أقر معروفا وأزيل منكرا. المال متوفر مولانا، يعني المال ما شاء الله أغنى ناس في العالم العرب والمسلمين، لكن الله العلم لكن الله قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بالمناسبة هذا المال حظ من حظوظ الدنيا، الحظوظ التي أكرم الله بها الإنسان، فالصحة حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، الحرفة حظ. الآن الحرف العلم حظ من حظوظ الدنيا، فهذه القوة التي أتحدث عنها إذا كانت تحصل وفق منهج الله يجب يفترض فرض علي كمؤمن أن أكون قويا، لقول النبي الكريم المؤمن القوي خير، هو يتناسب مع علة وجودي، علة وجودي العمل الصالح وخيارات القوي في العمل الصالح، يعني الغني قوة المال بيفتح معاهد شرعية، دار أيتام، مستشفيات، مستوصفات، بيعيل أثر، بيعمل وجبات غذائية، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، هذا في إنفاق المال. في الجاه ممكن تزوج الشباب بقانون، ممكن تسهل الزواج، ممكن توفر حرف للناس. سيدنا عمر سأل أحد الولاة قال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ فالجواب طبيعي أقطع يده. قال له إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. الله أكبر. نعم. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية، حتى الدعوة إلى الله التي هي علة عمل الدعاة، إن لم تكن قوياً لا تحترم دعوتك. وأنا أقول دائماً إن لم نتفوق في الدنيا لا يحترم ديننا. نعم. إن لم نتفوق في الدنيا لا يحترم ديننا. نحن في عصر مادي، بقدر ما تملك من الوسائل المادية يصغى إليك، وهذا الذي يمثل العلم. العلم. نعم. فلذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. الأخ الكريم بارك الله بكم ونفع بكم، أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، يعني الجماد ما هو؟ شيء مادي له وزن وله حجم، يشغل حيز في الفراغ، له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وارتفاع، هذا الجماد. طب النبات شيء مادي له وزن وله حجم، يشغل حيز في الفراغ، له أبعاد ثلاثة لكنه ينمو يزيد. نعم. الحيوان شيء مادي له وزن وله حجم وله أبعاد ثلاثة وينمو كالنبات لكنه يتحرك. الإنسان شيء مادي له حجم وله وزن وله أبعاد ثلاثة وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات لكنه يفكر. أودع الله فينا قوة إدراكية، ما لم تلبى هذه القوة بطلب العلم هبطنا عن مستوى إنسانيتنا إلى مستوى لا يليق بنا. ما أن يصل يترتقي إلى الملائكة أو ينزل إلى الحيوانات. نعم. فلذلك طلب العلم من خصائص الإنسان. الإنسان الذي لا يطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. الآن مشكلة أهل النار في النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني طلب العلم كتنفس الهواء كشرب الماء، طلب العلم
حاجة يومية، فأنت بقدر ما تعلم تتحرك حركة صحيحة. فإذا كان في علم في حركة صحيحة، والحركة الصحيحة طريق إلى الجنة، والحركة العشوائية يعني الإنسان كائن متحرك، ما الذي يحركه؟ حاجته إلى الطعام، ولولا هذه الحاجة ما رأيت على وجه الأرض شيئا، لا في تلفزيون ولا في جامعة ولا في مدرسة ولا في مؤسسة ولا في جسر يبنى ولا في مجمع ينشأ، ما في شيء إطلاقا. هذه الحاجة إلى الطعام والشراب من أجل بقائنا كأفراد أحياء. في حاجة أخرى، الحاجة إلى الجنس من أجل بقاء النوع، لولا هذه الحاجة لانقرض النوع. في حاجة ثالثة دقيقة جدا، الحاجة إلى تأكيد الذات. أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت، ما انتهى الأمر. تحب أن يشار إليك بالبنان، تحب التميز، التفوق، التفوق، نعم، تسمى في علم النفس تأكيد الذات. نعم، هذه الحاجة. هناك فرق بين تأكيد الذات والأنا. لا، نحن نؤثر تأكيد الذات. نعم. الحيادي الذي لا يستغل ولا يعتدى به على الآخرين. نعم. يعني عفوا، عندك أولاد، في ولد أخذ دكتوراه متواضع جدا لكن عالم، إذا كان سؤال أنا معي دكتوراه، وفي إنسان جاهل، ففي حاجة لتأكيد الذات. فالإنسان حينما يلبي هذه الحاجات الثلاث، يأكل ليبقى، ويتزوج ليبقى النوع، ويؤكد ذاته ليبقى الذكر، لبقاء الذكر، يكون حقق حاجاته الثلاث. والشيء الدقيق جدا أن هذه الحاجات الثلاث يلبيها الدين بأكملها، وأنت في قمة الاتصال بالله تلبي هذه الحاجات. الله عز وجل أودع فينا شهوة، هذه الشهوة يمكن أن أتحرك فيها 180 درجة، سمح لي 100 درجة، هي المباحات. اشتهى المرأة تزوج، اشتهى المال اشتغل، اشتهى التفوق تفوق، يعني قدم شيء للإنسانية كبير فرفع ذكره. فهذه الحاجات يلبيها الدين بأكملها. فما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، وهو في قمة تفوقه هو يلبي حاجة في نفسه وحاجة لمجتمعه. فلذلك من الذي يقود العالم؟ المتفوقون دائما. فالإنسان إما أن يكون كان المتفوقون في الغرب، هل هذا ينطبق في طبعا القيادة المادية في الغرب قيادة مادية، نعم، يعني رفع مستوى الدخل مثلا، نعم، استخراج الثروات، تصنيع هذه الثروات إلى آخره. وفي عدوان بعدها كمان. نعم. هي القوة سيدي، قوة قد تكون موظفة في الخير أو في الشر. نعم. يعني الحقيقة أنه أنت حينما تكون قويا ومعك منهج، هذه قوة توظف في الخير. والدليل وابتغي فيما آتاك الله من أسباب القوة الدار الآخرة. يعني المؤمن هادف، يعني المؤمن في عنده رسالة. وفرق كبير 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 بين المرتزق وصاحب الرسالة. صحيح. المؤمن صاحب رسالة. نعم. يعني عفوا، إذا تزوج هناك رسالة يحققها في الزواج، يتمنى أن ينجب ولداً صالحاً ينفع. نعم. الناس من بعده. نعم. وحينما يتزوج يلبي حاجة المرأة، يعفها بالزواج وتعفه بالزواج. فهذه الشهوات ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني بالإسلام ما في حرمان، أنا أخاطب الشباب، بالإسلام ما في حرمان، لأن أعداء الدين يوهمون الشباب في كبت أن الدين كله حرام وحرام وكبت، كل شيء حرام. ما كل شيء من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة
سامية رائعة تسري خلالها. وشيء واضح جدا، يعني عفوا، مرة زرت أحد العلماء الشام الكبار، توفي رحمه الله قبل أشهر، كان مات عن 102 ما شاء الله، أحد كبار علماء القرآن، كان جاري في البيت. نعم. قال لي أنا عندي 38 حفيد، معظمهم من حفاظ كتاب الله وأطباء. فأنا فكرت أنه هذا الإنسان تزوج امرأة فأنجب أولادا وبنات، الأولاد جلبوا له بالكنائن والبنات بالأصهار، الصف الأول هو وزوجته، والصف الثاني أولاده وبناته، والصف الثالث أحفاده. قال لي 38 حفيد، صار في عندي هرم مبارك ما شاء الله في قمته، الزوج والزوجة ثم الأولاد والبنات والكنائن والأصهار ثم الأحفاد. هذا الهرم المبارك أساسه علاقة جنسية. نعم. وبأي بيت دعارة في علاقة جنسية؟ شوف الشهوة. نعم. إما أن تبني بها أو أن تهدم بها. هذه صفيحة البنزين إذا وضعتها في المستودع المحكم في السيارة، وسال البنزين في الأنابيب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، ولد حركة نافعة أقلتك أنت وأهلك إلى العقبة في العيد مثلا. نعم. بنزين انفجارات. أما إذا صببت هذه الصفيحة على السيارة وأصابتها شرارة أحرق المركبة ومن فيها. نعم. فالشهوات إما أنها قوة دافعة أو قوة مدمرة. فلذلك نعم. الفقه ضروري، العلم ضروري، بالإسلام ما في حرمان، بس كل شيء أودعه الله فينا يوظف توظيفا رائعا. الآن هذه القوة كيف بدي أوظفها للعناية بالمقدسات؟ هذا العلم، هذا المال، هذا الإرادة، القرار، كيف بدي أوظفها والله لخدمة المقدسات؟ يعني المقدسات محتلة، ويعني كلام لا يعني شيء. أنا بدأت نعم، قلت القدس هي محتلة الآن. نعم. الشيء الطبيعي البديهي الذي لا بد منه أن نحررها. نعم. كيف نحررها؟ بالقوة. فبدل نحن ضعاف نشتكي لمجلس الأمن ومنندد ومنستنكر ومنشدد على كذا ومندين كذا ونرفض كذا ولا نرضى بكذا، هذا كله يضحك العالم علينا. نعم. هل أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل؟ راحت الإبل وراحت الأقصى. هم يتمتعون بسبنا لهم، يسخرون منا، فلا بد من أن نكون أقوياء حتى ننتزع بالقوة حقنا. ولا أحد في العالم يعين على انتزاع حقنا إلا أن نكون أقوياء. نحن نكون أقوياء. نعم. أما نستجدي القوة ونستجدي النصرة من غيرنا، والله أنا نعم. لا أقول هذا تشاؤما، أنا أعلم علم اليقين أن هناك حربا عالمية ثالثة كانت قبل حين تحت الطاولة، الآن فوق الطاولة، كانت غير معلنة جهارا نهارا، الآن معلنة جهارا نهارا، حرب عالمية على الإسلام. حينما نطبق منهجهم في الحياة، الانتخابات الحرة الديمقراطية، حينما نطبق منهجهم في الحياة، وهذا المنهج الديمقراطي، الانتخابات، صندوق الاقتراع، ينتج إنسان إسلامي. الانتخابات كلها مرفوضة، ما عاد في ديمقراطية. هذا صار في الجزائر. نعم. وصار عند الفلسطينيين، وصار في مصر. نعم. وأي بلد إسلامي إذا في انتخابات حرة نزيهة وأفرزت واحد مسلم، الانتخابات كلها مرفوضة. يعني هم كذابون. نعم. هم يريدون انتخابات تفرز إنسان صنيع لهم. رضينا لهم بالديمقراطية ولم ترضى الديمقراطية. نعم. فينا. نعم. رضينا بالهم. نعم. والهم ما رضي فينا. لذلك نعم. نحن ما صدقنا الله عز وجل. نعم. أنت حينما تقرأ القرآن وتنتهي من قراءته تقول صدق الله العظيم. نحن ما صدقنا ربنا حينما قال ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. هم يمثلون ويضحكون علينا،
ويصطنعون معارك. في معركة شكلية بين أمريكا وإيران، وإيران العصا الغليظة في المنطقة. صحيح. شيء واضح كلام جدا. صحيح. شيء واضح جدا، هم عندهم عصا غليظة في المنطقة. كانت إسرائيل، الآن إيران، هي مشكلة كبيرة جدا. فنحن ما لم نكن أقوياء لن نأخذ من حقنا شيئا. وتكون القوة بالوحدة، تكون القوة بالكلمة الصحيحة الصادقة، تكون القوة أنه ننتهي من السدود والحدود. نعم. تكون القوة بأن نحكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله يا سيدي أنا أتألم ألم لا حدود له حينما أرى بأسنا بيننا. وأقول لك هذه الكلمة الموضوعية، أعداؤنا الغربيون يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، ونحن تسيل الدماء وبيننا 95% قواسم مشتركة. يتعاونون على 5% قواسم مشتركة، مصلحتهم في التعاون، ونحن نتنافس ونتقاتل وبيننا 95% قواسم مشتركة. هذا الذي يجري في العراق ويجري في سوريا ويجري بين مذهبين إسلاميين، أليس كذلك؟ صحيح. فلذلك نحن حينما نبتعد عن حقيقة ديننا تذب البغضاء بيننا. والحقيقة أنا أقول كلمة للدعاة، الدعاة إلى الله نوعان، دعاة إلى الله بإخلاص، ودعاة إلى ذواتهم بنفاق. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاتباع، والدعوة إلى الذات أساسها الابتداع. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها التعاون، والدعوة إلى الذات أساسها التنافس. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاعتراف بالآخر، والدعوة إلى الذات أساسها إنكار الآخر. مرة زارنا كارتر، جاء للمنطقة، برنامج زيارته دمشق، رام الله، تل أبيب، ماشي 3 عواصم. أما الرابعة زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي يلعال شاريط. شاريط، نعم. هل تصدق أن لنا عند اليهود 11,800 أسير؟ من أجل أسير واحد يأتي رئيس أمريكي سابق ليزور بيت الأسير، و 11,800 أسير ليس لهم قيمة، لا قيمة لهم إطلاقاً. فلا أحد يحترمنا إذا كنا ضعفاء. صحيح. ما لم نكن أقوياء لا يحترم ديننا، ولا تحترم أمتنا، ولا لغتنا أيضاً. في أسرى وفي بصرة أيضاً. نعم. المصر أسير، مصر. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضاً أسير. نعم. نعم. وبهذه المناسبة عندما كان يؤسر مسلم كان يبادل بآلاف الأسرى من الروم أو. نعم. من الفرنجة أو من التتر أو أسير. نعم. مسلم، وأيضا يعني يدفع له الأموال الطائلة من أجل تحريره، وأيضا استقبال حافل. الآن أسرى المسلمين ليس لهم قيمة يعني. أنا أحيانا ألخص الوضع القائم بكلمات. نعم. هان أمر الله علينا فهن على الله، هان أمر الله علينا فهن على الله. يعني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. من أجمل ما قرأت عن هذه الآية، يعني يا محمد بعد انتقالك إلينا ما كان الله ليعذب أمتك، وما كان من أشد أنواع النفي، سماه علماء اللغة نفي الشأن. مثلا تقول الإنسان هل أنت جائع؟ يقول لك لا، فقط لا. إنسان محترم لو سألته هل أنت سارق؟ يقول لك ما كان لي أن أسرق، هذا لا أفعله ولا أرضى به ولا أسمح به ولا أغطيه ولا ولا. بعض العلماء عدوا 10 أفعال تنفى بهذه الصيغة. يا الله، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن نعذب
وسنة النبي قائمة فينا، وسنة النبي قائمة فينا. يعني مرة كملمح على الانتصار، نحن الآن حديثنا عن القدس، نعم، والقدس تحتاج إلى قوة، والله تحتاج إلى قوة، لكن نعم. في نوع من يعني الشباب، بعض الناس عندهم نوع من اليأس من القنوط، بقول لك والله يمكن بعد 100 سنة ما يصلح حالها الأمة هذه، بعد 100 سنة يمكن ما تحرر القدس. يعني بدنا شيء بشائر نصر، إن الهمة أمتي كالمطر، نعم أحسن، لا يدرى أولها خير أم آخرها. نعم. حديث ثاني، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. نعم. فكرة، نحن كمسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي مع تتالي الهزائم والنكبات والنكسات أصبنا بثقافة سيئة جدا، هي ثقافة الإحباط وثقافة اليأس وثقافة الطريق المسدود، هي ثقافة من أخطر الثقافات، شلل، لا تفعلوا شيئا، هو معهم طائرات ولا سيوف ولا تصدق نصرا. نعم. لما علم الله منا هذا اليأس والقنوط من رحمته أنعشنا ببعض المنعشات. يعني حينما انتصر نفر قليل من إخوتنا في فلسطين على رابع جيش في العالم، واستمرت المعركة فوق 20 يوما ولم تحقق إسرائيل ولا أدنى نصر، كأن الله أعلمنا من خلال أفعاله أن يا عبادي لا تيأسوا، أنا موجود وأنا معكم. حينما كانت دولة شمال سوريا، هذه الدولة علمانية تعادي الدين عداء لا حدود له، إذا هي فجأة دولة إسلامية، هي إنعاش ثاني. أول إنعاش انتصار الإخوة الفلسطينيين، يعني صاروخ يصنع محلياً، بصورة صواريخ عبثية يصدر من غزة إلى أعلى برج في تل أبيب. نعم. أسلحة نصنعها نحن الآن، فصار في جرعات منعشة، انهيار النظام العالمي جرعة منعشة، وانتصار إخوتنا الفلسطينيون على عدوهم اللدود جرعة منعشة، وأشياء كثيرة، يعني انهيار النظام المالي جرعة منعشة، يعني تطور تركيا من دولة عدوة للإسلام إلى دولة إسلامية، ثلاث جرعات منعشة. هذه كأن الله ينبئنا أن يا عبادي لا تيأسوا، أنا موجود، لا تقنطوا من رحمتي. نعم، أنا شيء طيب جدا هذا. نعم. الكلام يعني بدفع الأمل في نفوس الناس، لأنه فعلا الناس محبطة. يعني اليهود الآن بيعتدوا على الأقصى، بيحاولوا يحتلوا الساحات، بيحاولوا تهويد القدس وجبل الهيكل، بيحاولوا الأنفاق تحت الأقصى، الكنس اللي تبنى حوله، والأمة ساكتة، يعني مستوطنات تبنى، الأشجار تقلع وتخلع. يعني الناس بيقول لك يعني ماذا نفعل، الدعاء دعينا كثير، الوصول مش قادرين نوصل إلى آخره من الأمور، ففعلا بدهم من يرفع. أنا أقول لك كلمة بس هي قاسية، بس نعم. أتمنى على الإخوة المشاهدين أن يتحملوها مني. نعم. الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيعه هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله. نعم. بس تقول ما بقدر، بقول كلمة أنا. نعم. يعني الإنسان يكبر ويكبر ويكبر، يعني يكبر بإيمانه وبثقته بالله، ثقته بالناصر وهو الله، ثقته بالمستقبل، ثقته بعدالة الله، يكبر ويكبر ويكبر ولا ترى كبره، يتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر 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 ولا ترى صغره، يتعاظم عليه كل حقير. يعني نحن نضرب مثل تركيا. تركيا دولة متخلفة في الثمانينات، عليها 40 مليار دولار ديون، الآن ديونها صفر،
وترتيبها بالاقتصاد 140، قبل حين 14، الآن 4، رابع دولة بالعالم، من 140 لأربعة صارت تقرض الغرب. لا كانت تقرض الغرب، هي دولة متخلفة بالثمانينات، في أمراض المجتمعات كلها، فجأة دولة أولى في العالم، الغرب ينحني أمامها، وكلمة رئيسها، كلمة رئيسها تؤخذ على محمل الجد. فحينما هدد أوروبا عقدوا مؤتمرات لفهم هذا التهديد. يعني الأمر أعطانا الله مثل. فأنا بقول اليأس ضعف إيمان، وأكاد أقول اليأس كفر بالله. عباده نحن، إذا اصطلحنا معه انتهى الأمر، والصلح بلمحة. وإذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. يعني أنت حينما يعني ترسخ الإيمان في قلوب الناس، تزيح اليأس والتشاؤم والسوداوية والإحباط والطريق المسدود، هي كلها أمراض خبيثة جدا. أنا أقول دائما إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. أنت حينما تريد أنا سأكون كذا، الله عز وجل جاء بنا إلى الدنيا كي يعطينا سؤلنا، وآتاكم من كل ما سألتموه. فنحن حينما نريد أن نكون أقوياء، الله عز وجل يلبي هذه الرغبة فينا ويجعلنا أقوياء. أما إذا في تخاذل وفي الأنا وفي شهوات مسيطرة على حياتنا، ما لم ننتصر على شهواتنا. أنا أقول الإنسان القوي انتصر على نفسه فأقام فيها الإسلام، وانتصر وأقام الإسلام في بيته وفي عمله، أدى الذي عليه، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. نعم. يعني فضيلة أستاذنا وشيخنا، الآن الحجاج عائدون من مكة إلى ديارهم، سابقا ولعلك تذكر جيدا من أجل ربط الناس بالقدس وفي الأقصى كانوا يقولوا حاجة اسمها تقديس الحجة. طلع أن بعض الناس صاروا يقولوا تقديس الحجة بدعة ولا يجوز، وما يجوز لخبطوا الدنيا. هم ذكروا جزء من المسألة ولم يكملوها، ليتهم قالوا تقديس الحج بدعة وتحرير الأقصى واجب. نعم. هم ذكروا أنه تقديس الحج بدعة. نعم. طب كمل. وأيضا تحرير الأقصى واجب، مثل ما بتقول هذا بدعة، يجب على الأمة أن تتكاتف تترابط وتذهب من أجل تحرير الأقصى، لكن هو توقف عند بدعة، وبعدين الناس ما عادت تتوجه للأقصى، وأعتقد أنه الأقصى مثله مثل بقية هالمساجد وهالأماكن، لم يعد الاهتمام الكافي طبعا من الحكام والمحكومين يعني حقيقة. نعم. ومن العلماء ومن الدعاة ومن العامة أصبح الاهتمام فيه قليل. يعني كيف توجه هذه المسألة فضيلتكم؟ والله أنا يعني القضية قضية إيمانية. نعم. موضوع الأقصى قضية إيمانية، فما لم نقوي الإيمان في النفوس لا تكون لهذه المقولة قيمة عند المسلمين. قضية إيمانية أصلا. يعني في عندنا قضايا علمية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية. قضية القدس قضية إيمانية، إذن تحتاج إلى من يرعى هذه المدينة ومن يحررها من المغتصبين. هذا يحتاج إلى قوة. يعني نحن القوة أنواع سيدي، اتحادنا قوة، أن نزيل الخلافيات فيما بيننا قوة، أن نوحد الأمة ونتجاوز الأهواء والروح القبلية والعشائرية والروح الإقليمية تترسخ بتزيد حينما نتجاوزها نقوى. أما هو يعني عفوا، حينما أتت أمريكا إلى العراق ماذا فعلت؟ أنت آشوري وأنت كردي وأنت عربي، ماذا فعل فرعون؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. يعني الفتن الطائفية هي الورقة الرابحة بيد أعداء الأمة. نعم. من عهد فرعون إلى الآن. يعني أستاذنا الفاضل، أنا أذكر سابقا
عن بعد سقوط الخلافة حاولوا يعملوا حاجة اسمها اللي هي الجامعة الإسلامية، بعدين بريطانيا تدخلت قالت بدنا الجامعة العربية، وكنا وإحنا صغار ننشد في المدارس بلاد العربي أوطاني من الشامي لبغداني لبغداني، بعدين بطلوا ينشدوها صاروا يقولوا موطني موطني. نعم. بطلت تصير بلاد العربي، بعدين قريتي 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 وحارتي حارتي. وصلنا لعند أنه أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. الآن كمان صار شرذمي أكثر، صرت أنا وبس، ما علي أخوي إذا وقف في وجهي بدي أنسفه بدي أطيره. بتبين هذه في الديمقراطية وفي الانتخابات، في بعض الإخوة رفعوا السلاح على بعضهم البعض وتحدوا بعضهم البعض، فظلهم يصغروا فينا ويشرذموا فينا مشان يصير الإنسان هو بس لحاله ما عليه من الآخرين. واحد نعم. رشح نفسه للانتخابات، نعم، فكتب بالإعلان انتخبوا فلان فهو خير من يمثلكم، نجح. عمل بطاقة كتب فلان خير من يمثل عليكم، نعم. صار وزير كتب فلان خير من يمثل بكم، من يمثلكم إلى يمثل عليكم إلى يمثل بكم. نعم. إحنا بقي لنا 3 دقائق البرنامج، الحديث معك لا يبال، بدنا تختتم لنا هالكلام هذا، نشد الهمم سيدي، نتوجه 3 دقائق. طرائق القوة إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، هذه حلوة. أنا أبدأ التفاهم الزوجي قوة أمام الأولاد، تفاهم الأولاد مع الأم والأب قوة، تفاهم العائلة الكبرى، في عنا أسرة وفي عنا عائلة، قوة. تفاهم أهل القرية قوة، تفاهم المدينة قوة، تفاهم الوطن قوة، تفاهم الأمة قوة. حينما نزيل هذه الحواجز، نزيل هذه العنعنات القبلية الجاهلية، نزيل الأنا من نفوسنا. إذا عز أخوك فهن أنت. يعني مرة قال سيدنا الصديق لسيدنا عمر مد يدك لأبايعك، قال له أنا أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ قال له يا عمر أنت أقوى مني، قال له أنت أفضل مني، قال له قوتي إلى فضلك يا أبو بكر، أنا بعونك. هكذا المفروض نتعاون، كبار وصغار، أقوياء وضعفاء، متعلمين وغير متعلمين، هكذا أصحاب المال. نحن في تنافس، عنا في تنافس، نحن نحطم بعضنا بعضا. يعني في عنا مقولة في العالم الغربي اسمها فريق العمل، أحد أسباب نجاح الغرب فريق العمل، يتعاونون. نحن 10 بواحد بيصفوا بعضهم، بيصفوا بعض، صحيح. نعم. فنحن في عنا رواسب جاهلية، رواسب الأنا، رواسب الإقليمية والطائفية والعشائرية والقبلية، رسائب وأشياء تضعف قوتنا، تفت بعضوضنا، هي مشكلة كبيرة. فما لم نتوجه إلى الله ويجمعنا، نتوجه إلى الله يجمعنا، نتعاون ولا نتنافس. فأنا أقول نحن في دعوة إلى الله، الداعي الصادق يتبع ولا يبتدع، يتعاون مع إخوته الدعاة ولا يتنافس معهم، يعترف بالآخر، بهذا تنهض الدعوة. الآن الدعاة إذا تعاونوا وتبادلوا النصائح وتشاوروا ارتقوا جميعا عند الله وعند الناس، فإذا تنافسوا وتراشقوا التهم سقطوا جميعا من عين الله ومن عين الناس. وأرجو الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن تعيد حساباتها وأن تتعاون وأن تعلم أن الآخر يريد أن يفرقها ويضعفها وأن يضعفها وأن يمزق شملها. هؤلاء ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. نعم. بارك الله فيك وجزاك الله خير. الحديث مع فضيلة أستاذنا الشيخ محمد راتب النابلسي لا ينتهي ولا يقضي، كلام من القلب يصدر إلى القلب، ومهما تحدثنا عن القدس لا ينتهي الحديث. فالقدس في العيون نفنى ولا تهون، القدس تجمعنا،
القدس توحد صفوف الأمة، القدس في قلب كل مسلم عقيدة، ومن يتخلى عن القدس يتخلى عن الإيمان، وكلما زاد اهتمام المسلم بالقدس زاد إيمانه، وإذا ضعف اهتمام المسلم بالقدس ضعف إيمانه. أسأل الله عز وجل أن يجمع قوتنا ويجمع شملنا لتحرير أرضنا بالقوة، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. نشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، وباسمكم نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي الذي أكرمنا بهذا اللقاء الطيب، وإن شاء الله يكون لنا معه لقاءات مستمرة يضيء لنا بها الطريق وينير الدرب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.